قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي لوسائل الإعلام أمس الاثنين إن المبعوث الرئاسي الخاص بريت ماك جورك زار المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، والتقى المسلحين الأكراد المحليين فيما تعد أول زيارة لمسؤول حكومي أمريكي إلى سوريا منذ إغلاق السفارة الأمريكية فيها في عام 2012. قال جون كيربي إن زيارة المبعوث الرئاسي الخاص بريت ماكجور إلى سوريا تهدف إلى التعرف على الأوضاع الحالية بشأن مكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق وإحياء ذكرى الأكراد الذين قتلوا في البلدة الحدودية كوباني شمال سوريا. وكانت هناك أنباء منذ العام الماضي قد تحدثت عن تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وغيره من المسلحين الأكراد في سوريا لتوفير الأسلحة والمعدات لمكافحة الجماعات المتطرفة، الأمر الذي أدى إلى استياء شديد من قبل تركيا التي تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي منظمة إرهابية، حيث يرتبط الحزب بشكل وثيق مع حزب العمال الكردستان التركي، كما أراد أن يشكل دولة كردية مستقلة بالقوة على الحدود التركية العراقية الإيرانية السورية. وترى الحكومة التركية أن زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والأكراد السوريين من شأنها أن تهدد أمن ومصالح تركيا.